أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مقترح تعديل وزيادة الرواتب التقاعدية وصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. عضو اللجنة هو جيه عباس قال: اقترحنا تعديل قانون رقم 9 لسنة 2014 من أجل أن يكون أقل راتب تقاعدي 600 ألف دينار بدلا من 400 ألف، مبينا أن القانون تم إكمال مناقشته داخل اللجنة القانونية بعد وضع التعديلات. وأوضح عباس أن التعديلات تم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونها تتعلق بأمور مالية من أجل إيصالها إلى الحكومة ليتم بعدها إعادتها إلى البرلمان ليتم في أثرها قراءتها قراءة أولى وثانية والتصويت عليها.